روائع سوس العشر أو كنوز سوس العشر، بالفرنسية سميتها لي ميرفي دو لا ريجيون سوس ماسا ولا لي تريزور دو لا ريجيون سوس ماسا. أصل الحكاية أنني اشتغلت لمدة طويلة كمهتم بالتراث وكعاشق للتراث، وتمتد هذه العلاقة إلى أزيد من 25 سنة عندما بدأت الاشتغال على ما يعرف بالمخازن الجماعية إيكيدار. قدمت فيها العديد من المحاضرات والندوات والبرامج الإذاعية ومقالات، والعشق ديال التراث جعلني أجوب المنطقة. أنا مغرم بالجولات والسفريات، اكتشفت العديد من الأشياء التي تستحق أن ننتبه إليها. أنا كابن سوس، كابن هذه الأرض، وجدت بأنها تتفرد ببعض الأشياء، وهذه الأشياء هي التي سميتها كنوز. كانت في البداية 4-5، ثم بدأت فقلت لماذا لا أجد هذه 10 كنوز التي تستحق أن تتفرد بها الجهة وأن تصبح هي رمزها. فكانت هذه الحكاية. ولكن لماذا اختيار 10 وليس أكثر؟ ثم ما يميز هذه الأشياء عن غيرها وهو موضوع ديال هذه الندوة التي قدمتها وبدأت أقدمها الآن. يعني بدأت أقدم حولها محاضرات، وهناك مشروع كتاب قيد الدرس. روائع سوس سأبدأها حلقة حلقة، وسأفصل فيها لكي يتمكن المشاهد والمتتبع المهتم بالتراث والثقافة من معرفة أسرارها. إذن أولا اقتصرت هنا على جهة سوس ماسا، اقتصرت على هذه التحف التراثية، بعضها تراث، بعضها بيئة، بعضها أيضا حتى طائر. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.